كل واحد يفك اللي عليه قطعة 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 للنشاط يعني أسوي حركات إني أنا أستثمر مو بشرط إني أخذها للنشاط والجمال ممكن أحط للنشاط والجمال يعني أنا وقف بنحسب الملابس كل واحد يرمي واحد من الفراغ اللي لابسه تحذيرات خلاص اسكتوا يلا عيب يلا هاي هلا ترجو بعد ما ترجو هناي حسبنا الله يلا حسبنا يا مشعل عطنا منديل اسمه منديل عشان الهرج بس والله شوف يعني صراحة المناديل ممكن ترتفع مع ارتفاع البنزين فالتوفير أصبح حاجة ضرورية تفضل هو مقتصد يا أخوان ليس بخيل عشان نفهم المعاني لازم نوضحها هذا رجل مقتصد استخدم الدراجة منها رياضة منها صحتك ومنها توفير وعدم ازعاج الاخرين صحيح فما في ثاني اكسيد الكربون ما في تلوث للبيئه ما في زحام 80% هنا